الآن استعراض لأداء أسواق المال الإماراتية في ختام جلسة اليوم، وكما نشاهد مؤشر سوق أبو ظبي اختتم جلسة اليوم بارتفاع بنحو 14%، والمؤشر أغلق عند 9565 نقطة. التداولات في سوق العاصمة أبو ظبي فاقت 164 مليون سهم بقيمة تجاوزت المليار درهم. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا في سوق أبو ظبي، إسمنت الخليج على رأس القائمة ارتفاع بقرابة 6%، أبو ظبي الوطنية لمواد البناء ارتفاع بأكثر من 5%، كذلك هو الحال بالنسبة لشركة حياة للتأمين. بالنسبة للأكثر نشاطا بالقيمة في سوق العاصمة أبو ظبي العالمية القابضة IHC لا يزال يتصدر القائمة، وتداول أكثر من 236 مليون درهم. ألفا ظبي القابضة تداول أكثر من 98 مليون درهم. مجموعة ملتي بلاي تداول أكثر من 74 مليون درهم. بالنسبة لسوق دبي اختتم تداولاته اليوم متراجعا ب 13%، والمؤشر أغلق عند 3960 نقطة. تداولات في سوق دبي كانت عند أكثر من 162 مليون سهم بقيمة قاربت 400 مليون درهم. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا في سوق دبي، أمانات القابضة على رأس القائمة، وارتفاع بأكثر من 6%. ديار للتطوير أيضا ارتفاع بأكثر من 3.5%. إعمار للتطوير أيضا ارتفاع ب1%. الأكثر نشاطا بالقيمة في سوق دبي إعمار العقارية، تداول أكثر من 89 مليون درهم. أمانات القابضة تداول 63 مليون درهم. إمارات NBD تداول نحو 50 مليون درهم في سوق دبي.